اكتشف باحثون في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن المستويات المنخفضة من فيتامين دي يمكن أن تضاعف من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ووفق الباحثين فإن فيتامين دي ضروري للعديد من الوظائف الرئيسية في جسم الإنسان. بنتكلم هنا زي جهاز المناعة والتمثيل الغذائي للعظام، وهو مسؤول بشكل أساسي عن تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم، وده أمر ضروري أكيد للحفاظ على صحة العظام والأسنان. هنتكلم عن تفاصيل هذه الدراسة مع ضيفتنا عبر زوم، دكتور بسمة يسري، أخصائي التغذية العلاجية اللي بتنضم لنا على الهواء مباشرة. أهلا بيك يا دكتور، وصباح الخير ومنورانا. صباح النور، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيك يا دكتور بسمة. ويمكن طبعا اي دراسة بنعدي عليها اكيد بنحاول نناقشها مع ضيوفنا الكرام المحترمين اللي ممكن يفيدونا ويحطونا في الصورة. بداية عايز اعرف من حضرتك، ما هو فيتامين دي؟ ايه القيمة اللي احنا بنتكلم عنه فيها، وازاي ممكن يكون ليه المردود او الاثر على كتير من اعضاء الجسم او حتى الصحة العامة بشكل عام؟ الفيتامين دي طبعا مهم جدا للمناعة بتاعتنا ولكل وظائف الجسم، بس ابتداء من موضوع ان هو ليه علاقته بالسكتة الدماغية او كده وتأثير عليها. هي السكتة الدماغية دي عامة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان في جزء معين في المخ بتاعنا مش وصل له دم، تمام؟ فبيأثر على الوظيفة بتاعة الجزء ده، سواء بقى كانت الوظيفة حرفية او وظيفة مثلا كلام او وظيفة في الاحساس. الدراسات كلها اللي اتعملت اللي ليها علاقة بفيتامين دي والستروك او السكتة الدماغية كلها اتعملت على نوع معين من السكتة الدماغية، وهي الاسكيميك، اللي هي ناتجة عن طريق ان في جلطة معينة في حصلت واستدت شريان معين في المخ. فيتامين دي طبعا بنحصل عليه عن طريق حاجة مهمة جدا جدا، واكتر حاجة بنحصل عليها عن طريقها هي الشمس، مصدر اساسي للحصول على الفيتامين دي. ومن هنا بقى بدأت الدراسات تتعمل على تأثير فيتامين دي، سواء بقى بالنسبة للأفراد والأشخاص حسب لون البشرة بتاعتهم، يعني حسب لون البشرة سواء سودة أو بيضة. وده علشان وجدوا أن الأشخاص الأكثر سماراً أو السود أكثر أن الفيتامين دي بيبقى نسبته أقل، علشان بيبقى فيه نسبة ميلانين في الجلد بتاعنا بتاعهم أكثر، فبيأثر على امتصاص الفيتامين دي. طيب الناس برضو ممكن تتسأل يا دكتور بسمة عن علاقة الفيتامين ده بالسكتات الدماغية. احنا عارفين طبعا الأثر اللي حكلمتي عنه بينتج عن الجلطات، هل في علاقة مباشرة ما بين نقص الفيتامين ده وما بين الجلطات ربما اللي بتحصل في أي مكان في الجسم؟ بص، هو عشان أكتر يعني الأشخاص اللي بيجي لهم جلطات مثلا، أو زي ما اتكلمنا الاسكيميك ستروك، أو الجلطات اللي هي ناتجة عن يعني السكتات الدماغية اللي هي ناتجة عن طريق جلطات، بيبقى الهاي ريسك بيبل أو الناس الأكتر اللي بيبقى عرضة للحدوث الموضوع ده اللي بقى عندهم مشاكل في الضغط، مشاكل في القلب او مشاكل في السكر. ومع الامراض دي بيبقى فيه ميلي نقص فيتامين دي. من هنا وجدوا ان هي الموضوع ليه ريليشن او علاقه بالسكتات الدماغيه. بس الدراسات الاكتر او الحاجات اللي كونفيرمت ان هو بيبقى مهم جدا في حالات الريكفري او الشفاء من السكته الدماغيه. يعني ليه اثر، يعني ليه اثر يا دكتور بسمة على فكره حتى مرحله التعافي؟ دايما الناس بتتكلم على على فيتامين دي طبعا، وكانت علاقته ببناء الجسم والعضلات والعظام وصحة العظام بطبيعة الحال، ولكن طبعا احنا مع مرور الوقت بدأنا نعرف عن وظائف تانية بتكون ناتجة عن وجود او نقص فيتامين دي، ومنها طبعا حتى فكرة زيادة الوزن او تقليل الوزن، وطبعا عرفنا ان في رابط كبير جدا ما بينه وما بين فيتامين دي. ولكن النهارده احنا بنتكلم على قصة جديدة، فكرة السكتات الدماغية وعلاقتها ببعض الفيتامينات، ودي حاجة ما كانتش متداولة في وقت سابق الحقيقة. بالظبط كده. وعلشان كمان الدراسات دي تبقى كونفيرمد، لازم ان هي تحول ان هي تبقى تبع الجايد لاينز او القواعد الاساسيه اللي احنا بنمشي عليها كاطباء، القواعد العامه. لحد دلوقتي الجمعيه الامريكيه للسكته الدماغيه برضو ما دخلتش الفيتامين دي كحاجه اسينشال او اساسيه في الوقايه من السكتات الدماغيه. اللي الكلام اللي اتاكد او الكونفيرمد اللي هو ان اللايف ستايل او تغيير نمط الحياه مهم جدا لان هو يمنع حدوث السكتات الدماغيه، وكمان ان احنا نمشي على نظام غذائي قليل الملح او نظام غذائي اللي هو البحر الابيض المتوسط اللي هو الميديترينيان دايت. لكن كفيتامين دي سبلمنتيشن او ان احنا نبقى اكيد كونفيرمد ان هو يبقى تبع الحاجات للوقايه من الستروك، دي ستيل برضو محتاجه ابحاث اكتر ودراسات اكتر من كده. طبعا هنا يا دكتور بسمة برضو بنلف حوالين نقطه معينه، فكره التغذيه العلاجيه، وان احنا طبعا بنساعد في الوقاية من عدد من الأمراض، ومنها طبعا الضغط. حضرتك ذكرتي أن الضغط
قد يكون احد الاسباب مهم. في طبعا الجلطات ربنا طبعا يسلم الجميع، وطبعا لو احنا انتظمنا في عمليه الغذاء الطبيعي بشكل مناسب ممكن نقدر نسيطر على عدد كبير من الامراض، ومنها طبعا الضغط الدم والسكر في الدم اشهر الامراض اللي احنا يمكن بنقابلها، واللي هو بيبقى اكتر عرضه كمان لنقص الفيتامين دي او الفيتامينز ان جنرال. طيب هل في حاجات تانية ممكن يكون ليها برضو رابط بقصه السكتات الدماغيه بخلاف الجلطات؟ واحنا بنتكلم بقى على القصه بشكل عام. هي السكتات الدماغيه عامه بتحدث ايه نتيجه، زي ما قلنا في ثلاث انواع للسكتات الدماغيه. اول حاجه هي الاسكيميك اللي هي بتنتج نتيجه جلطات بتشد شريان معين فيحصل فيها مشكله، والهاي ريسك بيبل او الناس الاكثر عرضه زي ما قلت لحضرتك ان هم اللي بيبقى عندهم مشاكل في الضغط او في القلب او عندهم مشاكل في السكر او جيناتك وراثيا يعني. تمام. في نوع ثاني اللي هو الهيموراجيك اللي هو بينتج نتيجه نزيف، ممكن يحصل ستروك، او النوع الاخر الثالث واللي بيحصل من غير ما الواحد بياخد باله في حاجه اسمها ترانزيان اسكيميك اتاك. ترانزيان اسكيميك اتاك دي اللي بيحصل جلطه بس ما بتسيبش اثر او ما بتسدش الشريان اساسا، فممكن في لحظه مثلا يحصل حاجه بسيطه يعني يحس المريض مثلا بحاجه معينه، دماغه مثلا صداع مره واحده حاجه معينه. ما هي هنا يا دكتور بسمه القصه لو الجلطه دي اتحركت وراحت لمكان صعب، هي بالظبط هي دي اللي بنخاف منها. ما هي دي الفكره. بالظبط. علشان وبرده وجدوا ان الريليشن بريفنشن او الوقايه من حدوث او تطور اللي هي السكتات الدماغيه اللي بتحصل لحظيه دي مرتبطه باللايف ستايل يعني نمط الحياه عامه وتغييره وتظبيطه، وطبعا ده له علاقه بالغذاء والتعرض للشمس عشان الفيتامين. طب وليه يا دكتور بسمه بقى قبل ما اسيب حضرتك نفرق ما بين السكته القلبيه والسكته الدماغيه؟ احنا طبعا بنسمع ان السكته القلبيه بطبيعه الحال بتؤدي للوفاه بنسبه كبيره جدا ان ما اتلحقتش، فلكن السكته الدماغيه شكلها بيكون ازاي؟ وممكن ده ينهي حياه الانسان ولا ممكن يكون عنده امل للحياه؟ لا، هي السكته الدماغيه زي ما اتكلمنا ده بيبقى نقص الدم وصل للمخ في منطقه معينه. ده بيحصل فيه وبيحدث الواحد مثلا ممكن يجي له صداع كبير جامد جدا وما يبقاش عارف ان هو عنده مشكله مثلا ستروك او كده، فلازم بتحتاج ان احنا نيونت ان في صداع مثلا زياده قوي مثلا مش قادرين نقاومه او كده، لازم نروح لطبيب او نروح المستشفى لازم 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 ونعمل اشعاعات نتاكد ان هو ما فيش ستروك، علشان في ناس ممكن بيجي لها مثلا صداع وبتقعد فتره وما يبقوش عارفين ان ده مشكله اساسيه ان هو في ستروك او كده او سكته دماغيه. فلازم مع حدوث مثلا صداع الواحد مش قادر عليه او مش قادر يعني يتعالج عادي لازم يروح لطبيب ولازم يدخل يعني يتوجه للمستشفى.